اسمي روان حوير وعمري 19 سنة. أنا بطلة لبنان وبطلة الشمال بالكاراتيه بالكيك بوكسينج وبالسباحة. عم 19 سنة صرت بيرسونال ترينر بعد ما فتت بدورة اللي كانت عملتها أنارة. تعلمت بالدورة كيف إني كون قائدة. أنا صرت فعلاً عارفة ومآمنة بعد هيدي الدورة إن المدرب الشخصي هو الشخص لازم يكون بنظرته بكلمته بشخصيته قبل ما يكون عم بيدرب الشخص اللي قدامي. حالياً أنا عم بشتغل بلاها فتنس جيم اللي هو مساحة آمنة كتير للنساء. أنا لأني كسرت الصورة النمطية للبنت الرياضية وصلت. تعرفي شو أحلامي؟ حابة أفتح الجيم لأني حابة أعطي مارشال آرتس وبعمل صحة بجمال خمس أحلامي المدركة فيهم بالطريق.